خير وحلقة جديدة من دائرة الضوء على قناة تانية في تلفزيون مصر العربية ومحطة إذاعة الشرق الأوسط. ما يحدث في فلسطين لا يرضي أي إنسان في أي مكان في العالم. النهاردة إضراب شامل كان عام كل في أرض فلسطين حدادا على أرواح الشهداء الفلسطينيين اللي كانوا في حادث إطلاق النار، مظاهرات شعب لاجئ على أرضه وعدو جاسم على أرضه. ولما بيطلع مظاهرة في ذكرى النكبة 70 سنة على 48، وفي هذا اليوم لما تم ترحيل قصرا فلسطينيين إلى خارج لأجل أن يبقى الصهاينة على هذه الأرض، فتح اليوم الرصاص الحي 59 شهيد و 2770 جريح. وضع لا يرضي أي أحد، ولا يمكن لأي حد يتكلم عن الديمقراطية وعن الشفافية ويتكلم عن أي حقوق إنسان عن أي حاجة يتكلموا. أنا مش شايف فتوح الإنسان عندنا بيتكلموا، أستاذ حافظ أبو سعدة ورفاقه ما حدش بيتكلموا خالص. حقوق الإنسان بقى اللي في العالم اللي دوشنا يقول لك أنت النهاردة ما قلت صباح الخير ليه وقلت مش عارف، ما بيتكلموش. ما يحدث في فلسطين لا يرضي أي أحد، لا يرضي أي أحد أبدا. إيه اللي ممكن يتم؟ أنا في تقديري أنه إذا استمرت هذه المظاهرات وهذه الصحوة وهذه الانتفاضة يمكن أن تحدث انتفاضة كاملة على كل أرض فلسطين، ووقتها لا دبابات ولا صواريخ ولا طيارة ولا أي حاجة هتقدر توقف هذا الشباب الفلسطيني، مفيش حاجة هتقدر توقفهم، لأن خلاص المسألة فاض الكيل. طبعا الاستفزاز كل الاستفزاز بإصرار أمريكا على نقل السفارة، وشيء في يعني في منتهى الغرابة، وكأن بقية الشعوب دي ولا لها قيمة لها ولا وزن لها. احنا بقى عملنا ايه؟ بكرة ان شاء الله الاربع ان شاء الله جامعة الدول العربية هتنعقد عشان نشوف ايه الموضوع، وما انعقدتش لما فلسطين قدمت طلب واثنين زكوها واربعة جابوا امضة موظفين مرتبهم. كلام غريب جدا وبيحصل غريب جدا. ايه ده؟ ايه اللي بيحصل ده؟ في كل الأحوال ماذا نستطيع أن نفعل؟ اللي نقدر نعمله دلوقتي تفعله الشعوب العربية. النهاردة انتوا شايفين الأمور سياسيا وشايفين الضغوط اللي بتعمل، وده عصر القوة. فتولى علني. 103 صاروخ اللي ضربوا على سوريا ده كان جزء من اللي بيقول لك احنا الفتوات واحنا اللي بنحكم العالم بالفتوانة وبنصدر لكم حقوق الإنسان والكلام الفارغ ده والكلام ده كده. ماذا نستطيع أن نفعل؟ إحنا كشعوب عربية وليكن الشعب المصري إحنا أول الناس نعمل ده. لا، إذا كانت أمريكا بهذا الانحطاط وهذا الصفور يعني وخلاص الانحياز الكامل بالطريقة دي، خلاص تعالوا نقاطع كل حاجة أمريكاني، تعالوا ما نشتريش، إحنا الشعب ما نشتريش. مش بناخد قرار إن يمنع دخول بضائع، لا 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 لا، تيلو مش هنشتريها. احنا تيل وفي وحاجات كثيرة نستطيع ان احنا نعملها. لو المسألة اتحركت وبقت فوق اكتر من الدول العربية يبتدي الناس دي تفوق. هم واخدين علينا من زمان ان هم بيأمروا ونحن نطيع، هم واخدين من زمان ان هم السادة واحنا العبيد، هو ده اللي واخدينه من زمان. انما لا، مش هو ده، ودي مش الحقيقة. واذا كانت امريكا فاكرة انها القوة الاعظم في العالم، ده مش حقيقة. امريكا في فيتنام عرفت حجمها، أمريكا لما دخلت الصومال عرفت حجمها، أمريكا لما استعرضت قوتها لما نزلت في لبنان شاب من منظمة التحرير الفلسطينية لوحده في عربية دخل موت 200 من مارينز، فجر العربية بال 200 مارينز طلعوا تاني يوم. فين يعني أمريكا ما لهاش لها القوة المطلقة ولا ده غير حقيقي. وبعدين إذا كان القوة المطلقة خلاص يجوا يموتونا، يجوا ياخدونا، يجوا يحتلونا، ها؟ هنقول إيه بقى؟ إنما إحنا ما ينفعش إحنا العرب. انتوا بتتكلموا في ايه؟ يعني القدس واللي بيحصل الوضع الديني للقدس بالنسبه للدين الاسلامي والدين المسيحي، الدين الاسلامي 1.5 مليار والدين المسيحي بنتكلم في حوالي 3.5-4 مليار، ولا كان في حاجه، ولا كل ده ليه اهميه، ولا كاننا لنا اهميه. هما بس عمالين بيقسموا في المكاسب ويقسموا الحاجات اللي بينهم. انما الوضع انتوا بتنقلوا القدس، مش هتبقى القدس عاصمه، لازم هتبقى القدس الشرقيه عاصمه ان شاء الله لفلسطين. واذا كانوا فاكرين الانتفاضه، لا ده ممكن الانتفاضه، وفاكرين وانتوا عارفين والصهاينه اول ناس عارفين ما هي الانتفاضه ومعنى ايه لما شعب هينتفض. في دول النهارده زي جنوب افريقيا سحبت السفير بتاعها
من اسرائيل احتلالا عن اللي بيحصل. في واحد زي في مجلس الامن، المضحك ان مجلس الامن لما اجتمعوا وقفوا على دي احداد، مش قادر افهم يعني دي احداد بعمارة ايه وعلى ايه وعشان ايه، يعني بتقفوا دي احداد ليه مجلس الامن؟ طب ما انت شريك في المجازر دي. بدأ مجلس الأمن الدولي جلساته الطريقة حول الأحداث في غزة بالوقوف دقيق حداد على أرواح الشهداء الذين سقطوا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي بالأمس خلال مجريات يوم النكبة، والاعتراض على نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس. تحت عنوان الحالة في الشرق الأوسط بدأت فعاليات الجلسة، حيث تم اعتماد جدول أعمال الجلسة بحسب أحكام النظام الداخلي المؤقت. فيما بدأت الكلمات مبعوث الأمم المتحدة اتكلم، وفي تصريحات جدة نيكي هيلي اللي هي المندوبة الولايات المتحدة، ست تستفز العفاريت الزرق، الست دي بتقول ان اختيار بلادها لمكان سفارتها في القدس يعتمد على حدود اسرائيل وليس على حدود متنازع عليها. وهي كانت من امتى القدس حدود اسرائيل؟ ده في 48 والشهيد احمد البطل احمد عبد العزيز بمجموعه الفدائيين نجحوا انهم يبقوا على القدس ولم تدخلها اسرائيل ولا تحتلها اسرائيل الا في 67. يعني في 48 ما دخلوش القدس ولا قربوا منها. وبرضه بتتكلم بقى بتقول وبعدين نقل السفاره لا يقود السلام باي طريقه، وبعدين هي بتقول احنا احرار نختار مكان. لا انتوا مش احرار، انتوا الدوله الكبيره حجمكم وان كنتوا بتقودوا العالم بيفرض عليكم ان كنتوا تبقوا اولى الناس ان كنتوا تتبعوا النظام، واولى الناس ان تبقوا القدوه عشان اتباع النظام. وانتوا فاهمين الفوضى دي هتؤدي ليه؟ ما هتودي لدمار انتوا مش واخدين بالكم منه ولا عاملين الف حساب ليه. الرئيس الفلسطيني كان قرر عقب المذبحة دي اعلان الاضراب الشامل لليوم والحداد الوطني وتنكيس الاعلام لمده 3 ايام على الحقوق والحكومه الفلسطينيه تنفيذا لقرار الوزير عطلت المدارس والجامعات وكافه المؤسسات والدوائر الحكوميه حدادا على الارواح. هل يمكن ان الوضع اللي موجود ده يسقط الخلافات اللي موجوده؟ هل يمكن لقياده حماس ان هم بكره قبل النهارده ولا النهارده قبل بكره يقعدوا مع فتح ويتكلموا مع فتح يحطوا ايديهم في ايدين بعض ويرموا كل المشاكل دي ورا ظهرهم؟ هل يمكن ان يفعلوا ذلك من اجل 59 شهيد اللي سقطوا امبارح؟ هل يمكن ده بحق دم الشهداء اللي سال ده عشان القضيه ديت؟ هل يمكن ان يعملوا كده؟ هل يمكن النهارده ان احنا كقضيه فلسطينيه اول حاجه عشان خاطر نقف النهارده حماس تحط ايديها في ايدين فتح ونقف هل يمكن ان يحدث ذلك؟ ام ان هناك امور اخرى لا نعلمها؟ عايزين نتكلم حتى على الـ طبعا احنا شايفين هنا الاضراب الشامل ما فيش حاجه خالص النهارده. عايزين نتكلم هنا بقى على الناس. طبعا انتوا فاكرين لما تيجوا، بس انا عايز افكر حضراتكم عشان تعرفوا ان هذا العالم كاذب ومضلل وظالم. اسرائيل تقول لك انا بضرب في سوريا علشان خاطر ايران ما تاخدش قواعد هناك عشان الجولان، وكأن ايران عدو اسرائيل. ده اللي بيفهموه لينا. طب فين ايران من الموضوع اللي بيحصل ده كله؟ سمعتوا حد من الآيات الله دول جاب سيرة فلسطين ولا القدس ولا أي حاجة؟ سمعتوا حد منهم يتكلم؟ فين حزب الله اللي هو اللي داوشنا ليل نهار؟ فين الحركات الإسلامية اللي مولودوا الإخوان المسلمين اللي عرضوا على القدس رايحين بالملايين؟ فين هم؟ إذن المسألة لم تكن إلا شعارات. فكرة بقى إن إيران العدو، لا إيران مش العدو، مش عدو إسرائيل. وده الموضوع كله متاخد عشان تبقى إيران هي الفزاعة اللي يقدروا يمصوا بها فلوس العرب ودم العرب. ولا ايران، لا ايران لا يعنيها فلسطين، ولا ايران يعنيها الاسلام بمفهومه الحقيقي، ايران يعنيها الدوله الفارسيه. دول ما لهم علاقه باي حاجه غير انهم الدوله الفارسيه وعقده نفسيه عندهم احياء الدوله الفارسيه، ده اللي يهم ايران في كل المساله. عشان بس ما حدش يقول لك اصل ايران فين عملت ايه ايران؟ والكلام على ما ان اسرائيل بتضرب في سوريا عشان لا 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 ما بتضربوا في سوريا عشان يكسروا سوريا، ده موضوع تاني. انما انت هتتكلموا على ايران مش هتعمل حاجه ولا كل الهرايز. شفتوا تنظيم واحد من اللي عمال يقتل في الدنيا كلها قال يقول لك لا اصل احنا مبدانا العدو القريب ثم البعيد، العدو القريب اللي هو احنا. شيء بشع. طيب معايا سعاده المستشار طه الخطيب. سعاده المستشار مساء الخير يا سعاده المستشار. مساء الخير يا استاذ ابراهيم. كل سنة وحضرتك طيب يا فندم بمناسبة رمضان. بالصحة والسلام وينعاد على الأمة الخير والسلامة يا رب. سعادة المستشار ماذا ترى؟
أنا أتمنى من الله أن الشعب الفلسطيني يتحمل هذه الجراح التي يمر بها، وليس له خيار العودة للكفاح المسلح. أستاذ إبراهيم، نعم، هي كده واضح انها كده يعني. سلكنا كل طرق السلام وعبرنا كل قنوات العمل السياسي من عام 1988 لغاية اليوم، 30 سنة، والمحصلة بدل ما كنا نختلف مع إسرائيل أو نتقاتل أو ندخل في حرب مع إسرائيل، أصبحنا ندخل في حرب مباشرة مع أمريكا. أمريكا امبارح كانت تنشئ أول مستوطن لها على أرض القدس بحجة سفارة وما سفارة، كانت بعت 300 موظف للسفارة يحتفلوا نقل السفارة. أمريكا هي اللي داخلة حاليا المعركة، والمشاهد خلال شهر ونص اللي ترى أمريكا في مجلس الأمن، ممنوع لك أن تتألم، وإذا تألمت ممنوع يطلع صوتك، وإذا وصلت لمجلس الأمن بتقول لك ليش جاي، هتعمل إيه يعني؟ ما حدش لن يستطيع أحد الاقتراب من إسرائيل، من حق إسرائيل إنها تقتلك، من حق إسرائيل إنها تقتلك. النكتة القديمة كان يقول لك الحق على الميت، اللي بيحصل حاليا على أرض فلسطين الحق على الميت. وللأسف إحنا في المنطقة العربية منخرطين في أوسخ وضعنا أنفسنا فيه. أنا لم أرى في حياتي مرحلة من الزمن تغدق المال على أمريكا لكي تحاربك، تغدق المال على أمريكا لكي تسرقك، تغدق المال على أمريكا لكي تستعبدك. ماشي، الشعب الفلسطيني مر بتجارب كثيرة يعني، لكن أن يقتل 61 إنسان في 12 ساعة لا يعني. عالم يعني اليوم كلمات المندوبين الأوروبيين والعالم كله في مجلس الأمن، فأنت كنت بتحس إنه كل العالم طبايف معك. وبعدين في أمريكا لا تريد، إيش هتعمل؟ بيان من مجلس الأمن، بيان صحفي يندد بالقتل، ممنوع ممنوع. مش تقول لي فيتو وسوريا وروسيا ومش عارف ايش، لا لا لا، ممنوع تطلع بيان صحفي تقول طب نشوف اللي قتلوا هدول ليش قتلوا، ممنوع. مش قرار مجلس الأمن، بيان صحفي. الشعب يفقد 3 مرات واليومين دول مرتين، وهلا كمان الجلسة بتاعت اليوم ما اعرفش ليش حتنتهي يعني. يعني هل حيسمح بإصدار بيان من مجلس الأمن ولا لا؟ والوضع العربي، مصر وضعها وسوريا الله وحده بيعلم كيف بتقطع ظروف مصر اللي بتمر فيها. نتحدث على مليارات اغدقت شمال يمين، وبنهلل انه ايران داخله في بدها تتحاصر، ما تتحاصر ولا ما تتحاصر، شو الفائده؟ شو العائد بتاعك من القضيه؟ تحاصرت ايران ولا ما تحاصرت، شو انت حيعود عليك؟ ستتم نصرتك، ستنصر في معركتك، سينصف الاسلام في محنته في القدس. القدس مصر الرسول الكريم، بوابه السماء من الارض. فما اعرفش يعني، لا امل في اي شيء، واتمنى ان لا يصل الفلسطيني الى مرحله فقدان الامل النهائي يعني. الوضع صعب والله يا استاذ ابراهيم، صعب جدا. طيب ما يعني عم طه، يعني عايز اقول هو صعب، انما مش اصعب من اوقات كثيره فاتت في القضيه الفلسطينيه، وليس صعبا على شعب استطاع ان يقدم عشرات بل مئات الشهداء خلال سنوات طويله، في خلال 70 سنة اللي فاتت. ويمكن كان في فتره من الفترات العالم كله وقف احتراما وتقديرا للشعب الفلسطيني في كفاحه وفي اصراره على ان تبقى قضيته حيه ولا تموت. انا صعوبه الفتره هاي يا استاذ ابراهيم، ده من أسوأ ايام 70 عام اللي مضوا، أسوأ يوم كان امبارح لسبب بسيط. مرينا في ظروف كثيره يعني، كان يقتل 1000 فلسطيني و500 و1000، وكان يقتل من الجانب الاسرائيلي 10 15. امبارح ما فيش اسرائيلي اصيب،
التحفيز ده ناس بتحدف معاه طوب وعلى بعد كبير جدا وفي اصلا 300 متر و500 متر يا استاذ ابراهيم، وقاعد لك بقناصه بتقتل على 600 متر. ايوه انا احدث قناصات امريكيات وضعوا في القاعده المركزيه الامريكيه في النقب. بالمناسبه الشيء اللي هي في شهر 3 تم نقل كل معدات الشرق الاوسط لمنطقه النقب. عرفت امريكا ماذا تريد امريكا؟ حتى الواحد تخيل امبارح من يشرف على عمليه القتل بلاك ووتر، نفس المجموعات اللي قتلت في العراق، هذه المشاهد شفناها في العراق 2003 2004 2005 القتل بالجمله وبالاعداد. هاي هذا اسلوب أسوأ من اساليب داعش. يقول لك داعش هذا هو الفكر الصهيوني الامريكي اللي فرض علينا وباسم الاسلام. وين عجبك؟ دول داعش مسلمين يا اخي، مش مسلمين، دول يهود، دول امريكان. هكذا يقتل الداعش، هكذا يقتل. من هو داعش؟ ما علاقته بالاسلام؟ اي طيب. اسلام دلوقتي يا استاذ صها، احنا امام موقف صريح جدا. احنا لما بنشوف اللي بيحدث والاصرار على نقل السفاره الى القدس والاصرار على تدمير سوريا واصرار على حاجات، ده بيبين لنا الملامح بتاعة الأوراق القديمة اللي موجودة في العهد القديم وفي مبادئ وتشريعات الماسونية. هم واخدين المسألة مسألة عقائدية وماشيين بخططوها اتجاه واحد كل حاجة. أنا شايف دلوقتي إن احنا بالنسبة للشعوب العربية وليست الحكومات العربية على الأقل، وأنا بطالب هنا الشعب المصري إن احنا نبدأ، لازم يحسوا إن احنا نقدر نعمل حاجة على الأقل. إن احنا النهاردة كل ما يخص أي حاجة من احنا اللي نقطعها الشعب المصري، ولو امتدت هذه الحكاية للدول العربية الأخرى أهي بداية، أهي بداية. مطلوب النهاردة في جامعة الدول العربية لما يقعدوا بكرة المفروض إن هم يعتمدوا ميزانية كبيرة جدا، عايزينه مبلغ من اللي بتعمله قطر في رعاية الكورة، اللي عايزين فلسطين باريس سان جيرمان، عايزين فلسطين هي نيمار اللي دفعوا فيه 200 عادي قوي، دافعين نص مليار يورو في عشان لاعب ينتقل في باريس سان جيرمان. فقطر فلتعتبر القضيه الفلسطينيه والشعب الفلسطيني وشهداء فلسطين جزء من الحاجات اللي تصرف فيهم. لازم يبقى في تمويل، ولازم تبقى في حاجات بتتعمل هنا، والى ان يامر الله امرا كان مقضيا. ما هو ربنا سبحانه وتعالى مش هيرضى بهذا الظلم، وربنا سبحانه وتعالى ان كنا بنؤمن ان هناك اله حد هيقول لي لا ده بالواقع والواقع بيقول لا لا لا، ما فيش واقع بيقول يعني في كل أهلنا في الارض المحتله الان بحاجه لصوت يقف معاهم، لصوت يتضامن معاهم. والله في اللحظه هذه ما هم بحاجه لاي شيء، فقط انت ما فيش صوت تضامن، ما فيش. انت في معركه يعني استغرب سنه 82 واحنا في الحصار في بيروت، الله يرحمه عمر كان بيقول يا وحدنا. لا هلا يا الشعب الفلسطيني يا وحدنا هلا، واللي بده يحاول يساعدك مش قادر، اللي بيقدر يساعدك مش قادر، واللي بيقدر يساعد بيساعد الطرف الاخر، بيساعد اسرائيل، بيساعد امريكا. عرض على امريكا كل المليارات وكل ما تتخيل من عبوديه للمنطقه في الشرق الاوسط، الامريكان قالوا لهم لا، روحوا احكوا هذه تنظيم الحياه الانسانيه مع اسرائيل، الحديث الحياه الانسانيه مع اسرائيل. يعني حتى لو بدك تعيش بدك تعيش من خلال اسرائيل. واحنا في نفس الوقت لا، في حرب انت والهند، انت والايران، يا عم ما فيش حاجه، ما فيش حاجه. كل القصه انت اللي بدك تضرب وانت اللي بدك تدفع الثمن. طيب يا عمي انا راجل مسالم وحالي وكذا، بتدبي بلد مصر لها 5 سنين بتوقف على حالها. مين اللي بينظم موجات الارهاب في سيناء؟ مين اللي بينظم موجات الارهاب في الصحراء الغربيه وليبيا؟ مين اللي بيرسل الاعداد المرعبه من الجماعات المسلحه من سوريا والعراق وتركيا الى الساحل المصري؟ من يقوم بتمويل هذه الرحلات وهذه الاموال؟ امريكا ينكشف كل حاجه، امريكا ما بتدفعش حاجه. لا، امريكا بتدفعش بفلوسها. على اي حال عايز اقول انه قبل الدعم المالي للشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني لن يحتاج لصوت مسموع يقف معاه. وبكره ممكن نحكي في اي حد بده يساعد، بس اليوم في اللحظه هاي في الوقت هذا بعتقد نحن بحاجه لمن يقف معنا. تمام. استاذ صها الخطيب، المستشار الخطيب، بشكر حضرتك جدا.
والحديث بيننا ممتد، احنا حديث في هذا الموضوع بيننا ممتد فيما لقاءات مباشرة او حوار تليفونية ان شاء الله. وانا انا وكل اي انسان عنده ضمير في الدنيا، قلبنا وعقلنا وروحنا وكل حاجة مع الشعب الفلسطيني ومع فلسطين ومع القدس، لتبقى القدس عربية دائما وابدا. السلطات المصرية في إطار بنتكلم عن فلسطين قررت استمرار فتح معبر رفح لعبور الأفراد والشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية ومواد غازية للفلسطينيين. المساعدات لقطاع غزة، مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية لمستشفيات القطاع بعد إصابة مئات الفلسطينيين، 3000 مصاب. محافظة شمال سيناء في حالة الاستعداد المشدد للوصول مزيد من الجرحى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة للعلاج في المستشفيات المصرية. احنا عارفين وحتى القوافل الطبية كانت واقفة على المعبر بتستقبل الحالات الحرجة اللي جاية. شفنا مجلس الأمن والموقف المخزي اللي فيه اللي ما طلعش عنه أي قرار بدين أي حاجة. طبعا احنا في عصر زمن القوة، أنت قوي كل حاجة ليك، في زمن النهاردة أن أمريكا بتعتقد أن هي اللي تقود العالم وامريكا اللي عايزاه بتعمله. يعني زي ما كان المستشار طه الخطيب بيتكلم ولم ليس مطلوبا الان الفلسطينيين في اشد الحاجه الى التضامن، الفلسطينيين في اشد الحاجه للشعور ان الناس تبقى متضامنه معاهم، وهذا واجب على كل عربي في كل مكان على كل ارض عربيه. الرئيس السيسي استقبل النهارده وانج لين نائب رئيس مجموعه شركات بولي الدوليه الصينيه المتخصصه في مجالات التصنيع والتكنولوجيا في حضور الدكتور محمد العصار وزير الدوله للانتاج الحربي. السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه قال ان الرئيس اشاد بالتعاون القادم مع مجموعه بولي الصينيه الدوليه في عدد من المجالات ومنها تصنيع سيارات الركاب الكهربائيه في مصر وتنفيذ منظومه متكامله للبنيه التحتيه لوسائل الشحن الكهربائي للسيارات، وكذلك انشاء مصنع لاطارات السيارات في مصر فضلا عن المشاركه في مشروعات القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذها في مصر. الرئيس في هذا الاطار حرص مصر على تعزيز التعاون وزياده حجم استثمارات هنا في الاستثمارات الصينيه في مصر خاصه في ضوء الشراكه الاقتصاديه المتناميه مع الصين والعلاقات الاستراتيجيه بين البلدين، مشيرا ان القطاع الخاص يلعب دورا مهما في دعم هذه العلاقه. المتحدث الرسمي قال ان لين اعرب له خلال لقاء عن اعتزاز مجموعه بيل الصينيه بالتعاون القائم مع الحكومه المصريه. نائب رئيس المجموعه الصينيه شرح الاستراتيجيه تطوير مشروعاتها المستقبليه في مصر مؤكدا ان مصر مؤهله لتصبح مركزا رئيسيا لصناعتها بمنطقه الشرق الاوسط وافريقيا في ضوء ثقه المجموعه الكبيره في مناخ الاستثمار المصري الذي يتمتع بامكانيات ومقومات متميزه ومتنوعه بالاضافه الى ما يربطها بالصين والتداعيات الاقتصاديه الاقليميه. الفكره كلها انهم عايزين يعملوا هنا، يبقى انا كل المنتج الصيني بدل ما كان بينتج في الصين ويصدر للعالم كله يبقى انتاجه هنا، ويبقى الانتاج الشركات الاستثماريه اللي بتفتح في مصر انتاجها من الحاجات الكتيره اللي هتصنعها سواء عربيات ركوب او بطاريات عربيات او اطارات او غيره او غيره او غيره، يمكن في المكان مصر المتوسط للعالم يمكن تصديرها لافريقيا او في كل الإدارة الإفتاء إنها شافت الرؤية، وغدا بكرة إن شاء الله المكمل المتمم لشهر شعبان، والخميس إن شاء الله هيبقى أول أيام رمضان. احنا عارفين ان كان في حصل شوشره كثيره جدا، واحنا طبعا حكايه الشوشره والاشاعات والكلام ده بتوصل لكل حاجه حتى لغايه ما تقلب فيها رمضان. في قناه اظن قناه احدى القنوات العربيه طلعت المذيعه حاجه كانت معموله من 6 سنين، ما اعرفش بسوها ليه على الانترنت، بتقول ان العيد بكره في مصر والسعوديه ومش عارف فين وحته والكلام ده كله. دار الافتاء لسه مطلع البيان ان بكره ان شاء الله نهايه شعبان ويوم الخميس اول ايام رمضان، واحنا مصر بقى لها فتره زمنيه بتعتمد تماما على الفلك فيما يخص تحديد رؤيه الهلال في كل اول شهر عربي. كل سنه والعالم العربي كله بخير بالنسبه لشهر رمضان، ويا رب في شهر رمضان المفترق ده يا رب يعني يهدينا على كلمه سواء ويجمعنا على 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 هدف احنا العرب، ويجمعنا على كل حاجة كويسة، ويهدي كل واحد من اللي في العالم متخيل لما خلاص ما هو الموت بقى والدم والموت والكلام ده كله بقى هما اللي بيصدروه،
لو حضراتكم كده تفتكروا ما بين مثلا نشرة الأخبار في أي حتة في مصر أو في أي دولة عربية أو في أي دولة عالمية، نشرة الأخبار كان محتواها إيه من 30 سنة ونشرة الأخبار دلوقتي محتواها إيه؟ كان زمان نادر لما يسمع عن حادثة ويبقى حريص لو الحادثة فيها حاجات ما يجيبش صور العنف العربية وفي ناس ماتت ما يجيبش ده. دلوقتي نشرة الأخبار ال 18 خبر الأولاني، يعني نشرة أخبار فيها 10 أخبار، ال 18 كلهم قتل ودم وبتاع هنا وهناك وفي كل حته، خلاص بقت ده. لو ترجعوا بقى بالذاكره او نفتكر كده، طب ايه الحكايه؟ لا ده العنف ده مش جاي من فراغ، ده العنف ده ده السينما الامريكيه بترتب للعنف ده بقالها دلوقتي. شوفوا قد ايه، شوفوا امريكا الافلام بتاعتها اللي طلعاها ولا تفهم لها معنى ولا ايه القصد منها. يعني ايه في افلام عن مصاصين الدم؟ هو في مصاصين دم؟ مش المفروض الافلام يعني هي صوره واقعيه او بتعكس الواقع؟ هو في حاجه افلام اسمها الاحياء الموتى، الناس اللي ماشيين عاملين يعملوا كده دولت بيعمل ده ليه؟ انما هو الفكره العنف، فكره الدم، القتل. تشوف الافلام الامريكيه نسبه العنف اللي فيها وضرب، ده ضرب الرصاص في اي واحده منها يعمل حرب، كميه الرصاص اللي بتضرب في الحلقه ولا في الفيلم يعمل حرب. كل ده كان ليه؟ ما هو ده تمهيد، تمهيد لان هو عايز ينشر العنف في العالم كله، يبقى فيه عنف فيه دم، وده اللي بنشوفه. عشان كده دلوقتي لما تسمع ان في حادثه ولا حد مات ولا حاجه ولا كانك سمعت موضوع، لا كان دي روح. لما تسمع ان في 59 واحد استشهدوا من الشباب الفلسطيني بالرصاص، هم ما معهمش اي حاجه وما بيعملش اكتر من حاجه غير بيصرخ، ده واحد اسير على ارضه، واحد لاجئ على ارضه، كله انه بيصرخ بس ويضرب بالرصاص ولا حد في العالم يتحرك. هو ده المنطق بتاع العالم، وهو ده التغير اللي حصل في العالم، تغير المنطق والقوى المفرطه. ناس كتير تقول اصل الفلسطينيين، اصل الفلسطينيين، الفلسطينيين تعرضوا لجميع المؤامرات من قوه كثيره جدا عليهم. المصر حتى لو كان في وسط الفلسطينيين حاجه زي المشكله اللي حصل بين حماس وديت، لا يجب ان نتوقف كثيرا امامها. وحتى لو في النهارده في ناس في مجموعه في القيادات الفلسطينيه اللي موجوده دي بتعمل ده، الزمن والتاريخ والشعب الفلسطيني لن يسامحهم ولن يتركهم. النهارده ده الوقت اللي لازم كلنا نبقى ايدينا على ايدين بعض، لان ده وقت فيه منطق قوه المفرطه، العالم كله منطق قوه، انت قوي الكل يحترم، ومدخليننا في دوامات والناس فاهمه ويقول لك ان ايران واسرائيل، لا ايران عدوه اسرائيل ولا اسرائيل عدوه ايران، ولا عمر ايران عملت اي حاجه تضر اسرائيل ولا تقدر تعمل. يتكلموا على ان امريكا وايران والكلام ده، ولا حصل ده كله. ايران بتنفذ كل ما تمليه امريكا، وامريكا سمحت ايران انها تعمل كل الحاجات دي بموافقه امريكا. دخول امريكا كل الدول العربيه اللي تاخرتها، العراق، سوريا، يمن، كان بمعرفه امريكا وبترتيب مع امريكا، ودخولها في لبنان بمعرفه امريكا. ما حدش يقول لي واسال لك الجيش، اصل الجيش حزب الله، حزب الله ايه؟ هنضحك على بعض. ولا يجي يضرب لي صاروخين بتاع اي حاجه اللي بيطلع من هنا يقع الناحيه دي، هو بيبقى كله كل ده متفق عليه، لا هي نظريه مؤامره ولا احنا بنهون حاجه، بس هو ده الواقع اللي موجود. وكل من رفعوا شعار الاسلام والقدس وفلسطين وعروبه الفلسطين والكلام ده كله، كل من هم تخاذلوا في هذه القضيه. مصر من 48 للحظه اللي احنا فيها دي، مصر لها موقف واحد، وهذا الموقف ليس فيه املاء ولا تفضل على احد، انما هذا هو الواجب المفروض على مصر بحجمها وبتاريخها وبحضارتها وبعراقتها وبقيمتها وبكل حاجة فيها. هو ده الموقف مصر. فموقف مصر يختلف. لما تشوف الصور، نشوف مع بعض الصور، العربدة الإسرائيلية، ايه العربدة؟ احنا بنتكلم ايه ده؟ ايه ده؟ وبعدين انت واقف، ده شباب معاه طوب، معاه ايه؟ وبيضرب الطوب، والطوب بتاعه مش هيوصل 100 متر و200 متر. انت قاعد في النقط بتاعتك وبتضرب بالقناصة بالرصاص حي، حد قال لهم لأ؟ حد قال لهم اختشوا؟ حد قال لهم بلاش ده؟ هنا طبعا احتفال نقر السفارة الأمريكية، طبعا يعني احتفال، وجاية مرات بنت الرئيس وجوزها اللي هو أصلا صهيوني، وحاجة يعني حاجات غريبة. الكل واقف أهو زي هي وادي نتنياهو. يعني أنا ما أشوف، يعني الذي اذا تصورت اسرائيل واذا تصور الامريكان ان القوى المفرطه او الكلام ده كله هيحصل، كانت نجحت اسرائيل انها تقعد في سيناء وما كانش، ما هي كانت كده.
لو عندنا هنا الصورة يا أحمد، تعرف تجيبها لي بتاع اللقات التلاتة بتاع جولدا مائير، الغطرسة والقوة وإيه ده؟ إيه الغرور ده؟ وهما بيسألوها بعد 67، هل أنتوا هتنسحبوا من فهي قاعدة عاملة كده وبتعمل، فما بتف يعني حتى ما بتقولش للمراسل لأ، فتعمل بعينها كده. فيسألها سؤال تاني، طب أنتوا هتعملوا مش عارف حوار في إيه؟ تعمل له كده تلاتة ده، والكلام يكلموا يقول لك حوار ايه وبتاع ايه، احنا خدنا الارض، وعلى العالم ان يعترف النهارده ان الحدود الجديده هي قناه السويس، نص القناه لاسرائيل ونص القناه لمصر. مش هو ده المنطق اللي قالوه في الفتره دي؟ والدنيا كلها معاهم، ومعاهم اعلى سلاح واكتر سلاح، ومعاهم كل الدنيا معاهم. قدروا يقفوا قدام الجيش المصري، قدروا يحموا الغطرسه ديت، قدر خط بارليف بتاعهم اللي صرفوا عليه في مرتين مليار دولار زمان، مليار دولار، قدر يحميهم؟ قدرت امريكا ذات نفسها؟ هي امريكا في الاخر لحقتهم من بعد 14 من بعد 8 اكتوبر لحقتهم، وطيارات وجسر جوي ونقل سلاح. قدروا ينقذوهم من الهزيمه؟ قدروا ينقذوهم من ايد الجيش المصري والمقاتلين المصري اللي كانوا بيقطعوهم بسنانهم؟ قدروا؟ ما حدش يقدر، ومش هتقدروا على فكره في اللي جاي. النهارده فريق اول صدق صبحي قائد العام القوات المسلحه وزير الدفاع والانتاج الحربي رجع لارض الوطن بسلامه الله بعد انتهاء زيارته الرسميه لروسيا، وكان في اجتماعات ثنائيه بين الجانب المصري والروسي. القائد العام استهل الزياره بوضع قليل من الزهور على قبر الجندي المجهول في موسكو. الفريق اول صدق صبحي التقى نظيره سيرجي النظير الروسي وزير الدفاع الروسي، وأجريت العديد من المباحثات المثمرة على صعيد التعاون العسكري والفني. القائد العام أكد على عمق العلاقات العسكرية اللي تربط القوات المسلحة المصرية والروسية، مشيرا لأن الأوضاع الحالية منطقة الشرق الأوسط تفرض علينا الاستمرار في تطوير وتحديث القدرات القتالية للقوات المسلحة المصرية. وزير الدفاع الروسي أشار إلى حرص بلاده على تطوير آفاق التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين، مشيدا بأهمية الدور المصري للدور المحوري لمصر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. المناقشات الفنية ستبحث خلال الاجتماع الخامس للجنة العسكرية الروسية المصرية المشتركة. شيء طبعا مصر زي ما بقول إن القيادة السياسية الرئيس الحقيقة كان الله في عونه. يعني انت مصر النهارده بيحط رجليها على الارض، عليها يعني لازم معاها تلسكوب قد كده، لان الارض ملغمه. ما انت النهارده عليك ان تضع يعني قدمك في موضعها بالظبط، واللي هتلاقي فيه مشكله نطه في وشنا كلنا. كميه التحالفات وكميه الخيانات وكميه اللي ده بيبيع ده وده بيعمل ده وده مع ده وده بيخون ده، حاجه غريبه الشكل. النهارده السيد الوزير محمد عرفان رئيس هيئه الرقابه الاداريه التقى مدير وكاله التحقيقات الفدراليه FBI في امريكا. في اللقاء بحثوا سبل التعاون بين الجانبين في مجال مكافحه الفساد الدولي وتتبع الثروات غير المشروعه وتبادل المعلومات والخبرات التدريبيه بين الاكاديميه الوطنيه التابعه لمكتب التحقيقات الفدرالي والاكاديميه الوطنيه لمكافحه الفساد اللي اطلقتها هيئه الرقابه الاداريه خلال الشهر الماضي لتدريب الكوادر المتخصصه في مكافحه الفساد المحليه والاقليميه. رئيس FBI أشاد بجهود مكافحة الفساد في مصر وبتعاون الإيجابي المشترك بين الجانبين خلال الفترة الماضية. في نهاية اللقاء رئيس FBI رحب بالدعوة اللي وجهها لي السيد محمد عرفان وزير رئيس هيئة الرقابة الإدارية، هيجي إن شاء الله في السنة دي على آخر السنة دي كده ليشوف أسلوب وأساليب مصر في مكافحة الفساد. برضه احنا لسه مع هيئه الرقابه الاداريه اللي النهارده قبضوا على مامور ضرائب مبيعات في مدينه نصر كان بياخد رشوه 400,000 جنيه عشان يتغاضى عن مقابل تخفيض 27 مليون رسوم ضريبيه. اتمسك الرشي والمرتشي، اتمسكوا وخدوا لهم ايه 4 ايام، وبعد 4 ايام يظن بقى هياخدوا الايه.
الأستاذ مصطفى الخفاجي بيقول استتعال إسرائيل وهو آخر علو لها والمرحلة الأخيرة لها قبل أن تلفظ أنفاسها الأخيرة وتعود القدس من جديد بيد العرب، وهذا الأمر مذكور في القرآن الكريم. إذن النهاية لهذا الكيان باتت قريبة جدا جدا والأيام بيننا. ما هو كنا يعني إحنا، هل إحنا في 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 الوقت بتاع نهاية العالم؟ في حاجات كتيرة، ما نهاية العالم دي فيها لها مؤشرات اتقالت كتير يعني، والمؤشرات دي ليست تعداد لبن يعني، مؤشرات منها يعني حاجة من الصحابة ومن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. إنما لما بنبقى النهايات دي اقتربت أو في نهايات تبتدي تظهر ملامحها، زي العلاقة بين الأب وابنه والأم وابنها والكلام ده كله، وأن تصل إن أم تقتل ابنها وابن يقتل، دي كلها من علامات يعني اقتراب الآخرة. إنما الاقتراب ده قد إيه بقى؟ لأن الحسابات الزمنية بتاعت الحسابات الزمنية في الكون غير حساباتنا احنا، السنة بتاعتنا واليوم بتاعنا والكلام ده كله. الله أعلم. أيا كانت أيا كانت، فهناك علو الإسرائيل مرتين، ده العلو الثاني، وبعدها هتنزل على بدور رقبتها بإذنك يا رب إن شاء الله. السيد بردي عبد الغفار وزير الداخلية قال إن الضغوط المستمرة على التنظيمات الإرهابية في بؤر الصراعات دفعت العناصر المتطرفة إلى الفرار من مناطق نفوذها والبحث عن ملاذات آمنة في دول أخرى، مما يضاعف من حجم التهديدات الأمنية ويحتم ضرورة توسيع قواعد تبادل المعلومات لدرء المخاطر المحتملة الناتجة عن تحركات هذه العناصر، مؤكدا على تطور وتنوع أساليب الاعتداءات الإرهابية التي طالت عدد من دول العالم. هذه التنوعات قد أثبتت صحة الرؤية المصرية بشأن خطورة انتشار الإرهاب وضرورة وجود إرادة سياسية دولية لمجابهته. الكلام اللي قاله السيد وزير الداخلية قاله خلال استقباله للسيد رئيس جهاز الأمن الداخلي في وزارة الداخلية الفرنسية، اللي بيقوم زيارة رسمية للبلاد على رأس وفد المعونيه لإجراء مباحثات أمنية مع عدد من كبار المسؤولين المصريين. المسؤول الفرنسي عبر عن تقديره للدور المحوري اللي تقوم به الدولة المصرية في الحفاظ على الاستقرار في المنطقة، مشيدا بجهود تبذلها أجهزة وزارة الداخلية المصرية في مكافحة الإرهاب والنجاحات اللي حققتها في هذا المجال على الرغم من التحديات التي واجهتها. المسؤول الفرنسي أشار إلى رغبته في توسيع قاعدة التعاون الأمني وتبادل المعلومات بين جهازي الأمن الداخلي الفرنسي ووزارة الداخلية المصرية، وخاصة في ضوء ما تم رصده خلال الشهور الماضية من تحركات العناصر الإرهابية في منطقة الشرق الأوسط في إطار محاولاتهم لإعادة التمركز والسيطرة في مناطق جديدة لاستخدامها كمنطلقات لتنفيذ مخططاتهم المتطرفة. عايز أقول للسيد رئيس الأمن الداخلي في فرنسا وكل السادة بتوع الأمن في العالم، إحنا هنهزر؟ الله، تعال ما تيجي ناخد اخر موقف اللي كان حاصل في سوريا، اخر حاجه لما الجماعات خلاص الموضوع تم الاتفاق ان الجماعات المتطرفه دي خلاص هنوقف الضرب هنا، لما كانوا بيضربوا على العاصمه دمشق وتم الاتفاق انه هذا الموضوع. المفروض ان المجموعه دي قاعده بتحارب القوات السوريه والجيش السوري من في الست سنين اللي فاتوا، وقتلت واتقتلت وعملت ودمرت وعملت الكلام ده كله، ازاي ان انا اسيبهم يمشوا احياء؟ انا يخلص عليهم يخلصوا علينا، ده اللي اعرفه في الحروب. انما انا اسيبه واجيب له اتوبيسات مكيفه تشيله هو وعيلته. انا اول مره اشوف ناس بتروح تحارب ومعاه الاسره، الزوجه والاولاد وممكن كمان حماته معاه، الله يعني انا ما اعرفش دي حرب ولا ايه. ده دليل على ان المساله يعني خلاص هو عنده كتب يعملها، هيكسر له حاجه، هيموت له اثنين، هيعمل حاجه وخلاص انتهينا. فيخرج منطقه منها يروح على بيقولك في كله بيروح في 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 الشمال هناك، وده كان ده المستودع بتاع الارهابيين. الله، طب ما انتوا يا عم يا بتاع فرنسا لو انتوا عايزين الكلام ده ما دخلتوش ليه؟ ما ضربتوا صواريخ على سوريا، ما رفعتوش صاروخين على الاتوبيسات ديت وكنا خلصنا منهم، ما هم ارهابيين وانتوا عارفين اهو. الله يكون في عون المسؤولين المصريين وكن في عون مصر الحقيقة، لأنها بتسمع كلام من الدول التانية دي، ما أسمع كلامك أصدقك أشوف أفعالك أستعجب، يقولوا كلام ويعملوا حاجات تانية، بيكلموا على أصل دول بيتحركوا وتحركوا، طب ما بيتحركوا بخروج آمن، ده طلعوا من بيروت في خروج آمن وراحوا سوريا، من كل المدن السورية اللي انسحبوا منها خرجوا طلعوا في خروج آمن،
داعش اللي كان في العراق واحنا عمالين اخواننا عم حيدر العبادي عمال كان عمال يحكي لنا والضرب والانتصار والكلام ده، طلع ان داعش في المنطقه دي هو اللي انسحب وهو اللي راح، وما اعرفش راح على فين برضه، عملوا له خروج امن. هم اللي كانوا في العراق دول هم تقريبا اللي راحوا على ليبيا، لان دول ما ظهرش لهم حس ولا صوت ولا اي حاجه. فانتوا عمالين تتكلموا، طب ما كان فرصه، ما هم موجودين هم، ما تخلصوا عليهم وتريحونا وتريحوكوا. احنا ما دول رجالتهم، دول دول اللي صارفين عليهم. ولما يطلع ترامب يقول امريكا صرفت 7 مليار، لا امريكا صرفت 7 مليار على الارهابيين يا كابتن ترامب. ها انت يعني انت فاهم كل الناس يعني، لا على الارهابيين يا سيدي، ما صرفتهمش على حد في الدول العربيه، على الارهابيين، وما صرفتهمش على اي عمل انساني قمتوا بيه. النهارده عندنا في هي دي الحكايه اللي بيكتبها الاستاذ اسامه ابو العباس احمد، حكايه اغنى رجل في مصر وكيف قاد الثوره ضد الفرنسيين. تعالوا نشوف هي دي الحكايه والاستاذ اسامه ابو العباس احمد. اغنى رجل في مصر عام 1798، قدر الفرنسيون ثروته بأنها في حدود 5 ملايين فرنك. إنه البطل الشعبي حسن طوبار، شيخ مشايخ المنزلة في ذاك الوقت، وهو من عائلة طوبار، واسم العائلة جاء من تبرة نسبة إلى بحيرة تبرية بالشام. حسن طوبار كان زعيما لإقليم المنزلة، وواجه الفرنسيون متاعب كثيرة بسبب هذا الإقليم. وقال عنه الفرنسيون في تقرير لحكومتهم إن مديرية المنصورة التي كانت مسرحا للاضطرابات تتصل ببحيرة المنزلة، وهي بحيرة كبيرة تقع بين دمياط وبلوز القديمة أي أطينة والجهات المجاورة لهذه البحيرة، وكذلك الجزر التي يسكنها قوم أشداء ذو نخوة ولهم جلد وصبر، وهم أشد بأسا وقوة من سائر المصريين، ثم هم أغنياء بما ينالون من الصيد، ولهم في البحيرة 500 أو 600 مركب. هذه المراكب تجعل لهم السيادة في البحيرة، ولهؤلاء 40 رئيسا، وكل هؤلاء الرؤساء يتبعون حسن طوبار شيخ المنزلة، وهو الزعيم الأكبر لهذه المنطقة. واهتم نابليون بإخضاع بلاد البحر الصغير الكائنة بين المنصورة وبحيرة المنزلة، وإحكام قبضته على الجهات الموصلة إلى البحيرة. وقد بعث إليهم الجنرال دوغا بحملة عسكرية لإخضاع البحر الصغير ومعاقبة القرى الثائرة في هذا الإقليم. تحالف حسن طوبار مع الأتراك والمماليك بنزول حملة من الشام إلى مصر لمحاصرة الفرنسيين وإخراجهم من مصر. وحشد الشيخ حسن طوبار كل ما نالته يده من السفن في بحيرة المنزلة ليشترك في تلك الحملة البحرية، وكان يشعل نار الثورة في مختلف البلاد الواقعة بين دمياط والمنزلة والمنصورة. وكان الرجل في نظر الفرنسيين عنوانا للمقاومة والعصيان. عندي رسالة من الأستاذ علاء أماش بيقول أرجو مناقشة موضوع ساعات عمل البنوك في رمضان المقررة 4 ساعات فقط، أرى أنها لا تناسب الخدمات المطلوبة وتسبب تكدس كبير كل سنة. بتقول المناسب يكون 6 ساعات. أنا الحقيقة أستاذ علاء أنا ما أعرفش القرار ده إمتى، هنسأل ونقدر نناقش ده بكرة إن شاء الله، بس أو لو قدرنا دلوقتي بالتليفون نقدر نعرف ده. إنما أنا معاك 4 ساعات، إيه ده اللي حي يعني هيشتغلوا من الساعة كام لكام؟ ده البنوك دي معروف انهم كان اكتر حتة من الحتة اللي بتشتغل بجد كده. بقى يبقى الناس اللي في الحكومة بقى هيشتغلوا ساعة او ربع ساعة بقى، اذا كانت الحكومة بقى البنوك 4 ساعات مش عارف، هنسأل واشوف الحكاية ديت. النهاردة الاهلي كان بيلعب في الماتش الثاني ليه في دوري المجموعات في بطولة افريقيا للاندية الابطال الدوري. الماتش الاولاني احنا عارفين اتعادل في القاهرة على ملعبه 0-0 مع الترجي التونسي. الماتش الثاني كان بيلعب مع في اوغندا مع في فريق كامبالا، خسر الاهلي، خسر 2-0 امام فريق كامبالا. استطيع ان اؤكد ان فريق كامبالا ده هيبقى هو حصلت المجموعة من دلوقتي يعني.
الاهلي خسر هناك 2-0، بس الخساره انا في تقديري كانت متوقعه. هي متوقعه من ساعه من ماتش الزمالك وبعدين ماتش الاسيوطي وبعدين ماتش الترجي، وده الاستمرار، ده النهايه الطبيعيه لما يبقى في 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 فوضى 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 فنيه وفوضى اداريه ومحدش بيحاسب حد. دايما النادي الاهلي بيقول انا بس انا دايما بحاسب اي حد في نهايه الموسم، بس انا في حاجات ما ينفعش، زي ما بيقولوا الجواب بتعرف من عنوانه. الاهلي خلال السنتين اللي فاتوا كسب البطوله وكسب عمل الكلام ده كله، بس كسب عشان ما كانش فيه، كان هو احسن الموجودين، وكان الزمالك في الظروف خارجه عن الاراده وبعيد جدا عن مستواه، فلم يكن هناك منافسه حقيقيه. بقيه الانديه الثانيه حتى اللي كانت شد حيلها زي المقص والكلام لسبب او لاخر ما اعرفش ايه اللي حصل لهم، فما كانش فيه المنافسه الحقيقيه. الاهلي في الموسم اللي فات عندما تعرض لاول ماتش رسمي في مدرب عنده فكر، اللي هو كان ماتش الوداد ومدربه، نجح مدرب الوداد انه يطيح بالاهلي من البطوله. ليه؟ لان انا النهارده عندي حد بيتكلم. وبعدين الغرور يعني ربنا يكفي الناس كلها شر الغرور. عندما يتملك الغرور من حد وانسان لا بيسمع ولا بيعمل. بس انا كنت شايف ان كان المفروض ان الاهلي لابد ان تكون هناك وقفه قبل ما نوصل. الاهلي يعني خرج كده، لا ما خرجش الاهلي قدامه لسه المجموعات، ولعب ماتشين خد نقطه من الماتشين، يعني ضاع منه 5 نقط. حظ الاهلي يبقى كويس لو الترجي النهارده كسب الفرقه بتاعت رولز دي ولا رولز دي ولا ما اعرفش جنوب افريقيا بتاعت فين، مش عارف الحقيقه بتاعت فين، حته اللي هي النهارده هي بيلعب معاها النهارده. لو كسبها، لان الفرقه دي كانت كسبت كامبالا، لو كسبها يبقى هم كلهم كل واحد عنده 3 نقط والاهلي بس اللي عنده نقطه. الفرقه دي لو كسبت الترجي هيبقى عندها 6 نقط والترجي عنده نقطه زي ده. وحتى لو حد بقى وصل لست نقط سهل يعني يلعب، واحنا عارفين ان اول وثاني كل مجموعه. انا على ضوء النتيجه اللي حصلت دي، طبعا النتيجه دي منطقيه جدا وهي الحصاد الطبيعي للنظريه اللي ابتدعها الاهلي في او المدير الفني للاهلي الفتره اللي فاتت، اللي هي الارقام القياسيه. طب ماشي يا عم، ماشي يا عم، الناس الكويسين ارقام قياسيه، بقى هو عنده اكبر ارقام قياسيه في الاصابات لانه اجهد اللاعبين، بقى عنده ارقام اكبر ارقام قياسيه في عدد اللاعبين اللي ما لعبوش ماتش واحد وهم مقيدين في النادي الاهلي من سنه، بقى عنده ارقام قياسيه في المباريات اللي هي النهارده اللي احنا شايفين. انا بعتقد ان كده انتهت خدمات المدير الفني للاهلي والجهاز اللي معاه ده كله، انتهت رسميا بهذه النتيجه. ما اعتقدش ان النادي الاهلي ورئيس مجلس الاداره الكابتن محمود الخطيب، لان هو المتمسكين يقول لك احنا نستنى لما الموسم، هتقول استنى ماتش المصري، اي حد بقى يا الماتش المصري ده ماتش لا لن يؤثر في اي شيء ولا في اي حاجه، حتى بالنسبه للمصري، مصر حتى بقى بعيد عن المركز الثاني. خلاص الحق بقى الفرقه اللي في التشكيله دي محتاجه حد. وانا كنت كتبت في هذا الموضوع الاسبوع اللي فات، لان اخطر ما في الموضوع الحصاد بتاع الفوضى اللي حصلت دي، الحاله اللي عليها الفريق الاهلي والحالة التفكك الشديد، يعني حالة ما حصلتش قبل كده. وعشان كده انا بقول ان هناك قرارات كثيرة صعبة او مش صعبة، قرارات لازم ياخدها رئيس النادي الاهلي واللي هو لاعب كرة ومن اشهر لاعب كرة في مصر، والناس اللي ده ومعاه لجنة الكرة الكابتن عبد العزيز عبد الشافي والكابتن علاء عبد الصادق، قدامهم قرارات مهمة ياخدوها. انا اعتقد اول قرار خلص الاستغناء عن خدمات الجهاز الفني كله. انا في قرار لو عملته لجنه الكوره هيبقى قرار في صالح الفرقه دي، انه يرجع حسام البدري تاني. هيقول لي حد معقوله بعد ما اعتزل يرجع؟ هو ما اعتزلش في شهر العقاري، هو مش كان في بيت وباعه وهيرجع في كلامه؟ لا لا لا، ده اعتزل يرجع تاني سنه كابتن للفرقه دي جوه الملعب وخارج الملعب، لان ده الوحيد القادر الان، لان الكابتن بالشخصيه والقدرة على القيادة والفهم مش بالشارة اللي على الدراع، الوحيد اللي يقدر يعمل ده، اللي يقدر يسترجع روح الفنانة الحمراء عند اللعيبة دي، وخاصة اللعيبة دي فيها ناس كتير من بره النادي محتاجين حد يمسكه. كان يستطيع حسام أن يفعل هذا الكلام لولا أن إدارة الكرة اللي كانت موجودة همشت دوره،
وكانت حريصة على انه ما يلعبش. ويمكن حسام البدري في ماتش اعتزاله كان احسن واحد في الملعب في الفرقتين وهو بيعتزل، حسام غالي اسم. فالمسألة يرجع تاني، ده هيبقى اكبر استفادة، هيبقى اكبر استفادة انه يتعين مدير للكورة، استفادة انه يبقى كابتن للفرقة جوه الملعب وخارج الملعب بصرف النظر لعب او ما لعبش. في مدير فني ما اعتقدش ان في حد حقيقي هيحب ويكره زي ما حصل الفترة اللي فاتت دي، انما هو ده حال الكورة في بلدنا. هنا زي ما قلت النهارده ان كان النهارده دار الافتاء اعلنت ان النهارده المتمم لشهر شعبان وان شاء الله الخميس اول شهر رمضان. انما الرؤيه كانت في مصر طبعا كان لها احتفاليه ولها حكايه ولها روايه، يعني مش مساله مش كده. كانت الرؤيه يشنا يمكن زي الصوره اللي هنشوفها دي هنا دلوقتي، لان بيشوف بيبص من في التلسكوب ده بيشوفوا بيحاولوا يشوفوا الهلال والكلام ده كله من مناطق كثيره، واذا ثبتت الرؤيه بتبتدي الاحتفالات وبتدي دلوقتي المسائل دلوقتي بقت بتحسب فلكيا، رؤيه الهلال بتحسب فلكيا. على كل حال تعالوا نشوف التقرير ده عن الرؤيه واحتفالات الرؤيه في مصر كيف كانت تدور وتتم. صام أهل مصر لأول مرة عام 21 هجرية، وكان الرجال يخرجون إلى الأماكن المرتفعة وخاصة جبل المقطم، فإن شاهدوا الهلال يبلغون القاضي والوالي فينشر الخبر في المساجد فتؤذن، ويمر الطوافون في البلاد ليصوم الناس. وفي عصر صلاح الدين الأيوبي نقل مكان الرؤية إلى منارة مدرسة المنصور قلاون، المدرسة المنصورية بين القصرين، لوقوعها أمام المحكمة الصالحية مدرسة الصالح نجم الدين بالصاغة. فإن تحققوا من رؤيته أضيئت الأنوار على الدكاكين وفي المآذن وتضاء المساجد، ثم تتفرق الطوائف إلى أحيائها معلنة الصيام. وفي أواخر القرن التاسع عشر ومع إنشاء دار الإفتاء المصرية أوكلت إليها مهمة استطلاع هلال رمضان كل عام بعد غروب شمس يوم 29 من شهر شعبان، وتعلم الدار نتيجة الاستطلاع في احتفال يحضره كبار رجال الدين والقضاء بالدولة في سرادق بجوار دار القضاء العالي عندما كان مقر دار الإفتاء فيها، ثم استقلت الدار بمبناها الحالي في الدراسة. مرحب شهر الصوم مرحب، لياليك عادت في امان، بعد انتظارنا وشوقنا ايديك جيت يا رمضان. مرحب بقدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان، مرحب بقدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان، بعد انتظارنا وشوقنا ايديك يا رمضان. زيك ما فيش بين الأيام، كلك حسنة كلك حسنة بيزيد معك نور الإسلام، فضل وبركة فضل وبركة، لياليك محلاها يا رمضان ويا محلى بهاها يا رمضان، لياليك محلاها يا رمضان ويا محلى بهاها يا رمضان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا وزارة القوى العاملة النهاردة بدأت النهاردة الثلاث وحتى لغاية يوم 21 مايو قبول طلبات راغبي العمل في 9 مهن متوفرة في أحد الدول العربية في دول الخليج، طلبة 295 فرصة عمل في مهن اللي هي فني مشرف فني تركيبات نجار
وحداد ومساح وفني تركيبات البيبات بتاع يمكن يقصد ده بتاعة السباكة يعني، ومشرف مدني وعامل حفر وفني تركيبات وعامل فني ومراقب بيانات، وخبرة مطلوبة 3 سنين والسن من 25 لـ45 يعني مش أقل من 3 سنين خبرة، وجواز سفر صالح 3 سنين. يعني معنى كده انك انت شغلك ده قدامك 3 سنين، الشغل اللي رايح ده مرتب كويس جدا اكتر من 14,000 جنيه يعني بالمصري، يعني مزايا سكن ومواصلات وبدلات واضافي وتأمين طبي طبقا لقانون وتذكرة الطيران. البيانات اللي مطلوبة القوى العاملة بتعمل ده، شيء رائع جدا بتعمله وزارة القوى العاملة وسيد وزير القوى العاملة اي الحياة في هذا الموضوع، شيء رائع جدا ان الدولة تكون طرفا في اي طلبات عمل لاي اي حتة سواء دول عربية او دول اجنبية، يعني تكون لان ضمانة وجود وزارة القوى العاملة ضمانة في هذا الموضوع ده بيبقى ضمانة للطرفين، ضمانة للطرفين الحقيقة. السيد محمد سعفان وزير القوى العاملة قال ان المهنة المطلوبة اللي هو قالها ديت، قال ان قبول الطلبات هتبتدي التلات اللي هو من النهاردة يعني ولغاية 21 مايو في الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل قسم تلبية الاحتياجات بالخارج في ديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر القاهرة. والمطلوب سيرة ذاتية، ما بيكتب هو الحاجات بتاعته وفيها صور من جواز السفر واضحة يعني، والعقد اللي هو جواز الثلاث سنين وحضور المقابلة بالجواز الأصلي وشهادة الخبرة وصورة شخصية حديثة، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة أو قبل هذا الميعاد. زي ما بقول مهم من وزارة القوى العاملة تبقى ضمانة لولادنا وأهالينا وضمانة كمان للدولة اللي بتستضيف. لما يبقى دولة لو الدولة موجودة ده بيبقى حاجات كويسة. عايز أقول بس إن إحنا فرص العمل فيما يخص المهن الفنية دي كلها وبالذات مهن المعمار القادم كثير جدا هنا وفي الخارج، وهنا على فكرة هيبقى فيه مرتبات وده قريبة جدا من اللي في الخارج في المشروعات الكتيرة اللي بتتعمل النهاردة أو المشروعات اللي هتبتدي إن شاء الله في كل حتة. مهم بس إن يبقى عارفين إنك أنت الناس هتقبلك لكفاءتك، بلاش أي حاجة غير كده. ولما بقول الكفاءة بتاعتك وحرصك على الإتقان هو ده الإتقان في عملك، ما مش مطلوب أكتر من الإتقان في العمل والأمانة في العمل، لأن هو ده سيرتك وهو ده اللي هيقعدك أو يمشيك وهو ده اللي يخليك مطلوب أو غير مطلوب وهو ده اللي ضمانة الاستمرار لأي واحد. هتلصق مش هتاخد شغل تاني، يعني هتبقى آخر شغلة ليك مع الراجل اللي تلصقت معاه، هتروح في حتة تانية كده، هتبقى دايما آخر أول شغلة هي آخر شغلة. حتى لو النهاردة الشباب اللي عايز يتدرب بقت في أماكن كثيرة للتدريب على مهن كثيرة جدا لأنك أنت توفر فرصة عمل بدل ما أنت أجرب، وحاجة كويسة. وفي الأول وفي الآخر مكان ومكانة الإنسان مش بالمهنة اللي بيشتغلها، ها مش إن هو معاه شهادة إيه، المهم إنه بيشتغل وبينتج ومش قاعد ومش عالة أيا كان، حتى لو كان دي مش شغلته مش مهم، بس أنا ببقى موجود وابقى منتج، مانيش مدد ايدي، انا بعطي ولا يعني انا اللي بدي. اللواء خالد عبد العام مساعد الوزير مدير امن القاهره عمل اجتماع معسع النهارده مع قيادات المديريه، استعرض خلالها توجيهات وزير الداخليه لما في اجتماعه مع قيادات الوزاره لمناقشه الخطط الامنيه بمناسبه شهر رمضان ومجمل الاوضاع الامنيه في العاصمه وجود اجهزه المديريه في مكافحه الجريمه. مدير امن القاهره تناول الخطة الأمنية للمديرية في الشهر الكريم واللي تعتمد على عدة محاور، أهمها دقة متابعة الاختراقات المرورية بمختلف المحاور والطرق ومداخل المدينة، وتعيين الأعداد الكافية من الضباط والأفراد لتسيير حركة المرور خاصة في أوقات الذروة، وتعزيز إدارات المرور باحتياجاتها من الضباط والأفراد. مدير أمن القاهرة شدد على تفعيل دور الشرطة، شرطة التموين وكافة أقسام الشرطة وضباط البحث الجنائي، تكثيف الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجاري ومحاولة البعض استغلال إقبال المواطنين على الشراء لطرح سلع غير صالحة للاستهلاك. جزء كبير يعني اللي بتعمله وزارة الداخلية مشكورة، إنما جزء كبير من المشاكل المرية ومن المشاكل التموينية وأي مشاكل في أي حاجة الحقيقة إحنا اللي بنعملها الحقيقة، يعني معظم الاختناقات المرورية اللي بتحصل
اتفرج حضرتك اول يوم وتاني يوم وتالت يوم بس كده، واتفرج للناس مجرد ان الساعه اللي قبل الفطار دي واللي بيتعمل يعني في زحمه او حاجه، ده داخل كده وده داخل كده، وكان يعني ايه لو حتى فرضنا المغرب ادن عليك يعني ما حصلش حاجه، يعني الدنيا ما تهدتش يعني. والفكره كلها ان لو كل واحد احترم النظام المتعارف عليه الدنيا هتمشي، والطريق هيبقى ماشي لوحده. اللي بيعمل المشكله دايما ان ده عايز يخش وده عايز يخش وده عايز يخش، وده جاي هيخش من كوبري او مزدقان او من فتحه كده، تلاقيه عمال يلف من هناك ومعطل الدنيا على اللي رايح الناحيه الثانيه عشان يعمل ده. سلوكياتنا احنا. بالنسبه بقى للسلع اللي غشوا سلوكياتنا مش حد تاني. السيد عبد الرؤوف الاحمدي رئيس مصلحه سك العمله اضطر يطلع بيان النهارده، لان طلع في الايام الماضيه طبعا على الفيسبوك طبعا ان وزاره سك العمله طلعوا عملات معدنيه فئه ال10 جنيه وال50 جنيه و100 جنيه 100 جنيه كده. فالراجل بيستغرب وقال اللي حصل ده ولا تم، وقال ان تم نشر على مواقع التواصل عملات تذكاريه غير قابله للتداول اصدرتها سك العمله العام الماضي في 2017 بمناسبه مرور 150 سنه على انشاء القاهره الخديويه لصالح محافظه القاهره. الاحمدي قال ان العملات المعدنيه المتداوله فقط هي فئه جنيه المعدن يعني و50 قرش و25 قرش. المضحك بقى ان في 10 ساغ في كل المعاملات الماليه ولسه في الاوراق الماليه، وال10 ساغ دي مش موجوده في السوق. طيب يعني لو يعني ومع ذلك في اي معامله الموظف بيعمل ايه طيب؟ لا ما هو ما فيش 10 ساغ، افرض ان الحكومه لها 30 جنيه و10 قروش مثلا يعني. فلو خد 31 جنيه هيمسكوه انه بيتربح. اذا ما خدش ال10 جنيه وخد ال30 بس هيقولوا له انت اهدرت 10 جنيه وتعالى نتحاكم. اذا دفع من جيبه هيتخرب بيته. يعمل ايه طيب؟ لو حد من حضراتكم ليه طريقه او فكره يحل بيها الموضوع ده خلاص، يبقى دي واحده من فوازير اول فزوره في رمضان. اطلع فاصل يا عم اطلع.